النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بآخر خرائط التوقعات. درجات الحرارة بالقرب من سطح الأرض والمعالجة حاسوبيا تشير هذه الخرائط إلى بدء اقتراب تدريجي لكتلة هوائية حارة مشار إليها بهذه الألوان باتجاه المملكة. هذه الخريطة اليوم السبت، لاحظنا أن اليوم درجات الحرارة ارتفعت عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، أصبح الطقس نوعا ما حارا نسبيا في عديد من المناطق. هذه الكتلة تتحرك تدريجيا ولكن بشكل بطيء باتجاه المملكة كما نلاحظ، وبالتالي تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي خلال هذا الأسبوع، ويتوقع أن تتحول الأجواء تصبح حارة في عدد من المناطق، وتكون شديدة الحرارة هذه الأجواء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. دعونا نستعرض توقعات الأحوال الجوية مثلا خلال ثلاث أيام القادمة. نلاحظ أن يوم الأحد 33 درجة مئوية في العاصمة عمان، تصل إلى 35 مثلا في المناطق الشرقية من العاصمة عمان، والأجواء تكون إجمالا حارة نسبيا. ترتفع إلى 34 درجة مئوية يوم الاثنين، وتواصل الارتفاع تصل إلى 35 درجة مئوية يوم الثلاثاء، ويصبح الطقس حارا يوم الثلاثاء في مناطق واسعة من المملكة، كما يكون مثلا وتكون درجات الحرارة في بعض أحياء العاصمة عمان الشرقية تصل إلى حد 37 درجة مئوية. الأجواء هذه الليلة معتدلة في كافة المناطق، درجة الحرارة الصغرى مثلا هذه الليلة في العاصمة عمان حوالي 23 درجة مئوية. هدأت وخفت نسب الرطوبة بشكل عام التي كانت في ساعات الليالي الماضية والتي أثرت على المملكة خلال الأسبوع الماضي. الآن نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، ونبدأها من الشمال. في إربد تكون درجة حرارة 33 وصغرى 24، جرش 34 إلى 25، في عجلون 32 إلى 23، وفي المفرق من 35 إلى 24 درجة مئوية. العاصمة عمان 33 إلى 24، في البحر الميت تلاحظ وصول درجات حرارة 42 درجة مئوية، والأجواء هناك شديدة الحرارة والصغرى 32 درجة مئوية، مادبة 33 إلى 24، وفي السلطة 32 إلى 24، وفي الزرقاء من 35 إلى 26 درجة مئوية. جنوبا في الكرك 33 إلى 23، كذلك أمر في الطفيلة. في الشرار أجواء أكثر اعتدالا والعظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية، وفي معان من 34 إلى 24، في حين ترتفع في العقبة إلى 42 درجة مئوية درجة حارة يوم الأحد، والأجواء شديدة الحرارة نهارا والصغرى 31 درجة مئوية. الطقس حار في المناطق الشرقية، تكون في الرشيد 40 إلى 25، في الصفاوي 39 إلى 24، وفي الأزرق من 39 إلى 24 درجة مئوية. طبعا تنشط الرياح الشمالية الغربية كل يوم في ساعات بعد الظهر والمساء مسببة إثارة بعض الغبار والأتربة في بعض المناطق. ملخص إذن الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة، يتوقع بمشيئة الله تعالى الأمر الأول أن تتأثر المملكة أو تقترب المملكة من المملكة كتلة هوائية حارة بشكل تدريجي، الأمر الذي سمع على ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، ويتحول الطقس يصبح حارا في ساعات النهار. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.